معك، كيف تقرأون الحراك السياسي اليوم والحوارات بين القوى الكردية وخصوصا اجتماعات السليمانية قبل يومين واجتماعات أربيل اليوم بين الديمقراطي والاتحاد الوطني؟ تفضل، أهلا بك. أهلا ومرحبا بكم وبقناتكم الموقرة ومستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. نعم، الحوارات الجارية هي باكورة تشكيل الحكومة إن شاء الله، ولكن يجب أن تكون هذه الحكومة مشترك فيها الجميع، حكومة وطنية لا يستثنى منها أحد، لغرض أن تولد حكومة صحيحة، حكومة تمثل كما قلنا الجميع، حكومة تخدم الشعب، حكومة تقوم بالأمور التي تترتب عليها على أتم صورة، وليس حكومة منقوصة لئلا تكون هناك مظاهرات كما حدث في السابق، وهذا لا نريده إن شاء الله، لأن على السياسيين أن يفقهوا أنهم صار لهم عقدين من الزمن، يجب عليهم هضم الأمور السياسية من أجل خدمة العراق وإظهار صورة جيدة عنهم وعن العراق بصورة عامة ما بعد التغيير، ما بعد الدكتاتورية. ونظن 20 عام كافية لغرض الأخذ ببعض الأمور، منها تعديل الدستور وكذلك أخذ القوانين التي لا تضر بالمصلحة العامة، مثل ما حدث الآن قانون الانتخابات الذي أخذ شذ وجذب، وأنتم تعرفون هذه الأمور التي آل إليها هذا القانون، وما إلى ذلك من أمور كثيرة، ومنها كذلك الموازنة التي ينتظرها الشعب. ولا نريد فقط قانون الأمن الغذائي الذي هو منقوص، ليس كما تكون هناك موازنة تفيد الشعب العراقي جميعا. نعم. وليعلم الجميع نحن في مركب واحد، والعراقيون نعم. جميعا سواسية، سواء كرد أو أخوة سنة أو نعم. سيد إبراهيم، سيد إبراهيم، هل تعتقدون أكبر. نعم، عذرا على المقاطعة، هل تعتقدون أن حل الانسداد الكردي اليوم ممكن أن يؤثر على مجمل العملية السياسية؟ نعم، بطبيعة الحال نحن قلناها سابقا ومرارا وتكرارا أن القضية ليست القضية الشيعية التي هي معطلة إلى تشكيل الحكومة. قلناها سابقا بأن بوابة الحل تبدأ من كردستان الحبيب، لأن ترشيح رئيس الجمهورية هو الذي يأتي من بعده بتكليف منه إلى رئيس وزراء من المكون الشيعي، وأن الأخوة الكرد طيلة هذه الفترة ذهبوا إلى طريق غير مفتوح، الطريق مسدود، الطريق لم نألفهم هكذا يسلكوه سابقا. نعم. كانوا يسلكون الطريق الصحيح والأمور تفضي إلى تشكيل الحكومات، لكن هذه المرة نعتب كوننا أخوة، وأن العتب بين الأخوة هو يعني يراد به وغير ولا يضم في الصدور. نعم. الآن هم سلكوا الطريق الصحيح، وهذه المحاورات والمباحثات بينهم هي تفضي إلى إن شاء الله انتخاب رئيس للجمهورية، وكما نعرف نحن من الاتحاد الوطني ليس إلا، وهذا شيء راجع لهم، لكننا لا نريد أن نرجع إلى المربع الأول، لأننا جميعا ننتظر نعم منهم هذا الشيء. نفس الدائرة بالضبط. ونحن بالضبط، لا نعود لنفس الدائرة. بالنسبة لحضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخار في الاجتماعات الكردية، هل تقرأ هذا الموضوع أو هذه الحراكات اليوم هي تدخل في الشأن السياسي أم أنها حلحلة أزمة أو محاولات لحل الأزمة اليوم؟
أولا نحن لسنا بحاجة إلى بلاسخارت أو غيرها، ولا بحاجة إلى بريطانيا ولا إلى أمريكا وإلى الخليج ولا إلى الخليج العربي ولا إلى أي دولة تتدخل في شؤون. أنا لا أعرف هذه الصفة التي جلست فيها في الاجتماع بلاسخارت. بلاسخارت امرأة فاسدة، وزيرة لدفاع هولندا ومطرودة. ما أنا لا أعرف هل هي وصية على العراق أم ممثلة للأمم المتحدة. طبعا وهذه العناوين كلها عناوين يهودية إسرائيلية. نحن لا نريد لا بلاسخارت ولا غير بلاسخارت. نحن شعب عراقي كرد سنة شيعة، نحن شعب حضارة، نحن من علمنا بقية الشعوب أو سبقنا بقية الشعوب إلى الحضارة وإلى التحضر وإلى التمدن وإلى الديمقراطية. نحن دفعنا أنهار من الدماء سواء كرد أو سنة أو شيعة من أجل الخلاص من الدكتاتورية. فلا نريد بلاسخارت ولن نسمح لها، وعليها بالكف عن العراق الذي عملته بنا هذه الثمان سنوات كلها أسبابها من بلاسخارت. نعم بالتأكيد الكل اليوم يريد إيقاف نزف التدخلات الخارجية في المحور السياسي. شكرا لك السيد عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، كنت معنا، أهلا بك.